يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء الليلة الماضية أكثر من مليون ومئة وواحد وسبعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئة وأربعة وثلاثين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من أربعمائة وعشرة الاف شخص